ختاما حضرتك، وبعدين الكلمة الحلوة للراجل بتسيحه، يعني بتخليه ينزل الكلمة الحلوة بالراجل بصراحة. ممكن يعني أنا حضرتك ده تغير مفيش موده راجل ما بيتغيرش وتحركه. غير بكلمة. ختاما بذكر حضراتكم برسالة الأستاذة منى، إن يعني صحتك في ضحكتك، سعادتك في ابتسامتك، إن حياتك كلها مش ضلمة بس ومش نور بس، لكن احنا معانا في كل حياتنا شوية ملح على شوية سكر، ماشية كده وماشية كده. بشكر حضراتكم حسن الاستماع والمتابعة، واشوفكم في الحلقة الجاية من سلامتك ألف سلامة. هتسيب في حياتك علامة وابتسم.